الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة وما تشوفوا في هذه الفيديو. مرحبا بكم إخواني أخواتي كلكم، ونشكركم كلكم على المتابعة وعلى الدعم تاعكم على جامو لي كومنتير شابة كيما نتوما. إخواني أخواتي، في هذه الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على كل الاتفاقيات اللي اتفقت عليها الجزائر وفرنسا. كما تعرفوا باللي الوزيرة الخارجية الفرنسية راهي في الجزائر مع وفد وزاري يقدر ب 16 وزير. هذه الاتفاقيات عددها 11، راح نطرقوا عليها كاملين فيما يخص الهجرة، فيما يخص الفيزا، فيما يخص الشراكة، السياحة، يعني قداش الاتفاقية حين نهضروا عليها كاملين. تبعوا معايا الفيديو للآخر باش ما تراطيوش حتى معلومة. وإذا عجبكم المحتوى إخواني أخواتي، ما تنساوش وما تبخلوناش بجيم وكومنتار واشتراك في القناة باش تشجعونا وباش نحسنوا من مستوى القناة. أول حاجة إخواني أخواتي، رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تقول رئيس بلديتنا في لقائهم أسسوا لشراكة متجددة في عدة قطاعات، قررت القدوم للجزائر في أول خرجة لرفقة 16 وزير، وقعنا عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات منها العمل والتشغيل والتجارة واقتصاد المعرفة والصحة وغيرها. المؤسسات الفرنسية مستعدة للانخراط في هذا المسعى، دورنا يتمثل في رفع العراقيل وتشجيع المتعاملين على خلق مناصب العمل والاستثمار في مجالات عدة. مستقبل علاقتنا مرهون بإرادتنا واتفاقيتنا والعمل المشترك الذي سنقوم به. هذا ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية. نروحوا الآن الاتفاقيات اللي أبرموها وعقدوها البارح مع بعض الحكومتين. أول اجتماع كان يعني هذا هو بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية بعد زيارة رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم أمس الأحد توقيع 11 اتفاقية تعاون بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية تمس عددا من القطاعات، حيث تتعلق 11 اتفاقية بمجالات السياحة، الاقتصاد والمعرفة، العمل والتشغيل والفلاحة، الصناعة والتعليم العالي والخارجية. واعتبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة بين البلدين بفضل تعميق شراكات خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي. وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال أعرب الوزير الأول عن قناعته التامة بتوفر البلدين على إمكانات استثنائية للشراكة تشمل العديد من المجالات، بعضها لا يزال حتى يومنا هذا غير مستغل بشكل كبير وبعضها لم يتم اكتشافه. وقد عرف تطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية تقدما ملموسا، توسع نطاق عبر إنشاء اللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة التي كانت عقدت دورتها السادسة في الجزائر العاصمة شهر مارس 2020. وفي هذا السياق عبر السيد بن عبد الرحمن عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن هذه الآلية والتي مكنت من تجسيد عدة مشاريع وإنشاء مؤسسات مشتركة في قطاعات الصناعة والنقل والمناجم والصناعة الغذائية وكذا برامج التكوين في هذه المجالات الهامة. وانطلاقا من ذلك أبرز الوزير الأول ضرورة الحفاظ على هذه الشراكة وتطويرها وتعميمها خدمة الديناميكية الجديدة للعلاقات الثنائية التي تم ترسيخها تحت قيادة رئيسي البلدين. راح نخلي لكم الفيديو تاع الوزير الأول وش هدار على الذاكرة وش هدار على تنقل الأشخاص. إن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها على غرار مسألة التأشيرات أو مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس حقيقة جزائر اليوم.
ولذا يتعين علينا إعادة بحث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص طبقا لإعلان الجزائر في ظل جو تطبعه الثقة والبراغماتية. ونؤكد لكم بهذا الشأن عزمنا على العمل سويا حول هذه المسائل، وذلكم أن الجزائر وبالرغم من الوضعية الصحية التي عرفها العالم قد أبانت دائما عن إرادة حقيقية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول هذه المسألة وتفعيل مجموعات العمل المشتركة المعنية بكل مسائل الذاكرة. أما فيما يتعلق بالبعد الإنساني للعلاقات الثنائية والذي نتوافق بكونه من الأبعاد المهيكلة للعلاقة الثنائية بالنظر إلى خصوصيتها، فقد اتفقنا على تجسيد الانفتاح الذي تضمنه إعلان الجزائر بهذا الشأن مع العمل سويا من أجل تعميمه، بغية الوصول إلى تسهيل حقيقي لتنقل الأشخاص بما يرقى إلى طموحنا المشترك في الوصول بالعلاقة الثنائية إلى مصاف شراكة استراتيجية حقيقية. فوالا اخواني اخواتي، كما وعدتكم قلت لكم في الفيديو هذا القادم ان شاء الله راح نعرفوا واش كاين في هذه الزياره والملف اللي قدمته واللي جابته معها الوزيرة الخارجيه الفرنسيه. كذلك البارح حطيت لكم اخواني اخواتي فيديو مهم جدا في استيراد، يعني في واش الاجراءات والتعليمات والاوامر اللي امر بها رئيس الجمهوريه فيما يخص استيراد السيارات اقل من 3 سنوات، وهذا للاشخاص الخاصين يعني من مالهم الخاص يعني ومش للتجاره. اي واحد اي مواطن جزائري يقدر يستورد سياره ماله الخاص. وفي الاجراءات ان شاء الله مازال الخير قدام، صبروا شويه اخواني اخواتي رايحين نعرفوا بعد ايام ولا بعد اسابيع يعني كل الخطوات وكل بالتدقيق لاستيراد هذه السيارات ومن اين وشنو هما الدول اللي نقدروا نستوردوا بها منها السيارات، سواء اوروبا ولا دبي ولا الامارات ولا ما على باليش. المهم اصبروا شويه علينا اخواني اخواتي حتى نتحصلوا على كل المعلومات. وهذه كما يقولوا تعليمة وقانون يعني حقيقي اللي خرج به رئيس الجمهورية وهو مشكور على ذلك. فيما بعد إن شاء الله راح نعرفوا التحقيقات ونعرفوا كل شيء والمعلومات اللي تخص هذا الملف راح نهضروا عليه بالتفصيل ونفهموكم نقطة بنقطة. إلى ذلك الحين إخواني أخواتي نقولكم بارك الله فيكم على المتابعة، ما تنساوش الاشتراك وجيم للفيديو باش يشوفوه اكبر عدد من الناس. ونقولكم يومكم سعيد وموفق وبداية اسبوع مريحة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.